بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة بإذن الله تعالى عايزين نتكلم عن تسميد الطماطم من الألف إلى الياء في سلسلة كده هنسميها سلسلة تسميد نبات الطماطم داخل البيوت المحمية وخارج البيوت المحمية، وباستخدام الأسمدة المركبة أو باستخدام الأسمدة الأحادية. تسميد الطماطم، نوع التربة اللي احنا هنشتغل عليها تكون تربة رملية علشان بس ما ندهش. عدد النباتات اللي انا هشتغل عليها 1000 نبات، يعني الكميات دهيا هنستخدمها للتربة الرملية، والألف نبات هيكون عندنا. طبعا الأرض الطينية هتكون أقل من دي لأن هي بطبيعة الحال غنية في الخصوبة بتاعتها. أول حاجة إحنا عندنا نوعين من التسميد، إما التسميد العضوي وفي التسميد المعدني. أول حاجة التسميد العضوي يعني إيه؟ يعني ممكن قد يكون حمام، قد يكون دواجن، قد يكون كومبوست. الكومبوست هنا بينقسم لنصين، قد يكون كومبوست نباتي وقد يكون كومبوست حيواني. طبعا النباتي بيكون أقوى من الحيواني شوية، تمام؟ وأغلى منه كمان، تمام؟ السماد البلدي او اما يكون سماد بلدي، والسماد البلدي ممكن يكون سماد بلدي بتاع ابقار، ممكن يكون اغنام، ممكن يكون جاموس وما شابه ذلك. التسميد المعدني يا جماعه اللي احنا هنحطه هينقسم الى نصين اثناء تجهيز الارض للزراعه، اللي هي الخلطه بتاعه الاساس اللي احنا قلنا عليها، وخلال موسم النمو اللي احنا هنحطه في جدول اسبوعي وهنبدا نتكلم عنه واحده واحده، سواء ان كان ده هو سواء إن كان التسميد المعدني ده هو عبارة عن أسمدة أحادية أو أسمدة مركبة علشان الناس ما تضيعش مننا، تمام؟ تعالى بقى نتكلم على التسميد المعدني. بس قبل ما اتكلم عن التسميد المعدني انا عايزك تعرف شوية حاجات، ايه هم شوية الحاجات دول؟ عايزك تعرف العناصر اللي بيحتاجها النبات، يعني اي نبات عشان يكمل دورة حياته لابد ليه من شوية عناصر، لابد ان هم يكونوا متوفرين ليه عشان يكمل دورة حياته بصورة سليمة، تمام؟ والعناصر ده هي بنسميها العنصر الضروري للنبات. يعني ايه عنصر ضروري؟ يعني ان النبات ده هو ما يقدرش يكمل دورة حياته في من بدون وجود العنصر ده هو، او لا يمكن كمان ان اي عنصر تاني يحل محل العنصر ده هو. طيب العناصر دي ايه؟ عندنا الاكسجين والهيدروجين والكربون، بياخدهم النبات منين؟ من المية ومن التربة، تمام؟ من المية ومن التربة، تمام؟ طيب عندنا النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت، تمام؟ طبعا الاكسجين الرمز بتاعه O، الهيدروجين اسمه H، الكربون C، الكبريت S، الكالسيوم Ca، المغنيسيوم Mg، البوتاسيوم K، الفوسفور P، النيتروجين الN، تمام؟ دول يا جماعة بنسميهم كده على بعض، دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. التسعة عناصر دول بنسموهم عناصر ايه؟ بنسموهم عناصر كبرى، تمام؟ بنسموهم عناصر كبرى، تمام؟ يعني ايه كبرى؟ يعني بيحتاجهم النبات بكمية كبيرة، تمام؟ طيب في عناصر تانية اسمها عنصر النحاس سي يو، كبريت اف اي، الحديد اسف اف اي، المنجنيز ام ان، الزنك زد ان، البورون بي، المولبدنم ام او، الكلور سي ال، تمام؟ العناصر دول بقى كم؟ 1 6 برضو، 1 2 3 4 5 6 7 عناصر، دول بنسميهم عناصر صغرى. يبقى 7 و9 كبرى يبقوا كم عنصر؟ دول يا جماعة 16 عنصر، دول بنسميهم عناصر صغرى. وإيه يعني عناصر صغرى؟ قلنا يعني بيحتاجهم النبات بكميات صغيرة، تمام؟ لحد كده الأمور واضحة معاك؟ ده التسميد المعدني. عايزك تركز كويس وصدقني هتطلع من الكورس بيرفكت بالزراعة أحسن مني كمان، وهتعمل قناة على اليوتيوب وتنافسني ومفيش أي مشكلة خالص.